سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروه خليتونا غير في التربو. السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون. أمام العراقيل البيروقراطية تاع عصابة ولاد الحرام اللي تعرقل كل ما يقدر يدير يعني فخر للجزائر وكل ما يرفع من شأن الجزائر، المخرجة مونيا مدور تحتمت عليها رغم أنفها باش تبطل إنجاز الفيلم اللي راح تديرو جديد هذا. بطلت ما ديروش في الجزائر وراح تديرو بين في المغرب. فوالا تروح ديرو في المغرب، روحوا قولها عاملة تاع المخزن، روحوا قولوا لها عاملة تاع المخزن ياك يا الخبثة. وعلاش الطفلة هذه رايحة دير الفيلم تاعها في المغرب؟ لأنه كل الطلبات تاع الفريق التقني ديالها باش ياخذوا تأشيرة باش يدخلوا الجزائر باش تخدم باش تنتج الفيلم، وين عندها عدد كبير تاع ممثلات جزائريات باش يشاركوا في الفيلم، كل هذا الآخر ما صابت حتى رد من عند سلطات ولاد الحرام، حتى رد ما كانش، حقرة ما يردولهاش. ضيع الشاب تروح تضيع في وقتها وتضيع في دراهمها، ربع تروح المغرب ما عندها حتى مشكل باش اللي خاسر هو أولا ممثلات الجزائريات لأنهم عايشين في الحبس. ممثلات الجزائريات ككل جا عايشين في الحبس ما يقدروش ياخذوا طيارة ويمشيوا للمغرب لأنه ما كانش طيارات للمغرب باش يحكموا الطريق ولا يحكموا التناو ويمشوا للمغرب. ما كانش تناو ما كانش طريق للمغرب، دونك باش يروحوا على فرنسا يلزم جواز سفر يلزم فيزا، وزيد ما كانش طيارات لفرنسا من السجن الكبير. دونك مونيا مدور اللي الفيلم الاخير ديالها خدا عدة جوائز دولية منهم جوائز في مهرجان كان، جوائز في مهرجان جنيف، يعني عدة جوائز خدات، يعني ما هيش دير نابورت كوا المرأة هذه. هذه مونيا مدور بنت الله يرحمه أحد كبار المخرجين الجزائريين عز الدين مدور. عز الدين مدور للأسف اليوم ما زيدوش يجوزوا الفيلم الوثائقي العظيم اللي داروا وبهر به العالم وبهر به الجمهور الجزائري اللي ما كانش متعود على أفلام وثائقية بالدارجة. الفيلم هذا اسمه كومبيان جو فوز ام، شحال نحبكم أو شحال نحبك. دار الفيلم هذا مع بن قطاف والوزير الحالي لما كان في حل، لما كان راجل وكان صحافي وكذا، عمار بن حمر هو اللي كتب لو تيكست اللي قراه محمد بن قطاف بطريقة يعني رائعة، ومليه زاد دار أفلام أخرى. وتوفى عز الدين مدور وهو كان بصدد تحضير فيلم كان يدير فيه في منطقة القبائل، فيلم تاريخي لأنه كان بارع في الأفلام التاريخية، وكان باش يدير ثاني فيلم آخر حول القمع في الجزائر ووجوه إعلامية وسياسية التي يعني أرغمت على المنفى. وفي هذا الإطار كان لقائي معه الأخير للأسف الله يرحمه في باريس، وكلمني عن المشروع هذا تاع الإعلاميين السياسيين اللي ترغموا على المنفى، وكنا حكينا
وكان بعد رجع لجزائر باش يكمل تصوير الفيلم، راح لاسم الفيلم على كل حال. وكان توفى هو، توفى عدد من التقنيين والممثلين، لأنه انفجرت صرا فيها انفجار تاع الديناميت كانوا باش يخدموا به في الفيلم، الله يرحمه ويوسع عليه. وراك تشوف يعني قلت ذاك الشبل من ذاك الأسد، هو جاب يعني لبة من ذاك الأسد ما شاء الله. منيا مدور فيلم بابيشا اللي دارته كان من أروع الأفلام يعني اللي شفته للسينما الجزائرية الحديثة. اليوم عصابة ولاد الحرام تعرقلها، ما تخليهاش تخدم، ما تخليهاش تخدم. شفتوا كيفاش يعملوا ولاد الحرام؟ دونك من جهة تحرم جزائرية من إخراج فيلم في بلادها. شوف ولاد الحرام واش يديروا، بعد قولي وعلاش تقول عليهم ولاد الحرام. ثانية، كان ممثلين ممثلات تقنيين باش يخدموا في الفيلم جزائريين باش يربحوا قوتهم، تحرمهم من القوت، تقطع لهم الخبزة، عصابة ولاد الحرام. ثالثة، لما تجي تنتج فيلم في منطقة ما راح تكون حركة للتجار، للناس يتخدم ليه، لي فيغورون تاع لي زوتيل كامل راح تستفاد، راح تعيش. عصابة ولاد الحرام دايرة باش تقطع الرزق، ربي يقطع رزقها ان شاء الله. دونك واش دير منيا مدور؟ استنات استنات، فهمت باللي ولاد حرام ما يبغوش الخير للجزائر، بان تروح دير فيلم تاعها في المغرب، المغرب يفتح لها كل الابواب، يعطيها كل ما يلزم، فوالا. لانهم الناس اللي يحكموا في المغرب ما همش فايوات، ناس يخدموا بلادهم. احنا ما غالب فوايوات تحكموا علينا، دي فوايو حكموا الروح معلينا بالقمع بالسجن بالردع بكل شيء بالنفي، ينفونا يسجنونا يقمعونا يطردونا يديروا كلش، وما قاعدين درع ويعمل انتخابات يشاركوا فيها زوج قطوطة بلاد حرام تاعهم من مشامشية من الانتهازيين، ويقولك عندنا شرعية. وزين مام المهبول هذاك يقول لهم ما تهمنيش نسبة المشاركة، يعني مالو علاش دير انتخابات كي ما تهمكش نسبة المشاركة يا مهبول؟ ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. صحابي حر، في جامعة صحابي حر.